شو عند الحكم الاتحاد السوفيتي؟ حصلت في الاتحاد السوفيتي بسبب حكم الشيوعيين مجاعة لحد ما قتل فيها ومات بسببها 250 مليون إنسان. ده التاريخ يقدر ينكره الشيوعيين؟ وجايين يكذبوا الليل حرية وسلام وعدالة؟ تقدر تكذب؟ حكم الصين في زمن ماو تي سي تونغ قتل 50 مليون صيني، قتلوا مباراة وكده بس. حصلت مجاعة في الاتحاد السوفيتي لحد ما البشر جاعوا ما لقوا أي حاجة يأكلوها، لحد ما ظهرت ظاهرة خطف الأطفال، بيخطفوهم وبيقتلوهم وبينجضوهم ويأكلوهم، وموجود موثق بالصور وبالفيديو موجود لليلة. راجع التاريخ الدموي للشيوعية في العالم تلقى موجود فيديو. ده ناس مجارمة، ناس كفروا بالله الملاحدة ديل، وأنكروا وجود الله وسبوا الله وسبوا الأنبياء ومزقوا المصاحف. كان البلقوف الاتحاد السوفيتي عنده مصحف في البيت من المسلمين يعاقب بالسجن لمدة عام أو عامين، ومنعوا صيام رمضان ومنعوا الصلاة ومنعوا الذهاب للحج. اجوا ينعموكم انتوا ويصلحوا لكم الاقتصاد، انتوا يا سودانيين يغشوكم وي 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 وما اعرف شنو في الاعتصام، وجايبين واحد بليد شغال يغش الاولاد ويغش البنات، شفنا دنكله ليك وما عارف شنو. دقوا مقلب في الامه دي، المقلب ده ما اظنه حصل وما اظنه يتكرر قدر ده تاني. ولا ما هو ولا محتاجين ادله؟ انتوا ما شايفين بعينكم؟ ما شايفين بعينكم؟ دي الشيوعية يا جماعة، وديل الملاحدة ده اللي بيسويه اخواننا.